للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مسؤول قسم الثقافة مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، بداية مرحبا بك. أصدرتم بيانا أدنتم فيه استمرار اختطاف الشخصيات العلمية والإصلاحية في العراق، إلى ما ترجعون هذه الظاهرة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين. ظاهرة لم تتوقف منذ بداية الاحتلال وحتى اليوم، ورغم تعاقب هذه الحكومات حكومات الاحتلال المختلفة، إلا أن المنهج واحد، وهو استهداف الشخصيات الوطنية والدينية، وأي شخصية مؤثرة تأثيرا إيجابيا في المجتمع هي تكون مستهدفة من قبل هذا النظام أو هذا المنهج وهذه الفوضى الأمنية. فاليوم هذا الذي حصل هو أمر طبيعي لنتيجة أو نتيجة طبيعية أيضا لهذه الحكومات التي تسير على هذا النهج ووفق هذه الخطة والتي يسعون من ورائها إلى جملة من الأمور، ومن على رأسها إثارة الفتن ومنع أي شخصية يكون لها دور إيجابي في منع هذه الفتنة أو التصدي للباطل وأهله. حملتم الحكومة في بغداد مسؤولية اختطاف الشخصيات العلمية والإصلاحية، ما أوجه المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومات في هذه الجرائم؟ يعني هذه المناطق، طبعا بداية نحن نقول أنه الجرائم السابقة وهذه الحالات التي امتدت إلى 15 عاما جميعها هي كانت مسؤولا عنها الأجهزة الحكومية بشكل مباشر أو الميليشيات المرتبطة بها. ثانيا، ما يحصل اليوم في هذه المنطقة التي حصلت فيها هذه الجريمة فإنها تخضع أمنيا إلى سلطة الحكومة وسيطرتها وإلى الميليشيات المرتبطة بهذه الأجهزة الحكومية. ولا يمكن أيضا أن يقال أن هذه المنطقة اليوم ربما فيها بعض الأحداث أو الصراعات، لأنها منطقة نوعا ما مستقرة بيد هذه الأجهزة الحكومية، وبالتالي فهي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تحقيق الأمن، وأي إجراء أو أي جريمة تتم في مثل هذه أو غيرها تكون هي مسؤولة عنها بشكل مباشر. الحقائق تؤكد ضلوع الميليشيات في هذه الجرائم، هل ترون أن تلك الميليشيات تنفذ أجندة ما، يعني ما لصالح من تنفذ هذه الأجندة؟ يعني ذكرنا نحن في غير مرة أن هذا المشروع الأمريكي الإيراني يسعى إلى سيطرة على العراق وإلى تفتيته وإلى إثارة النزعات الطائفية والعرقية ونحوها، وأيضا من جملة هذه الأمور أنه يريدون في كثير من المناطق تغيير التركيبة السكانية فيها. لذا نرى أن هذه الميليشيات المرتبطة بإيران بشكل مباشر وعلني، وهي تتبجح بهذا الأمر، وهي التي تعلن عن هذه الجرائم أحيانا وربما تصورها وتوثقها بنفسها، هي المسؤولة مباشرة عن هذه الجرائم لصالح تنفيذ هذا المشروع الإيراني بالدرجة الأولى لتحقيق مصالح إقليمية في العراق ثم في المنطقة. أخيرا دكتور عبد الحميد العاني، لوقف هذه الجرائم ما الحل؟ نحن نقول أن هذه الجزئية هي مرتبطة بأمر كلي، هي وغيرها من الجزئيات الأخرى، فما دام هنالك مظلة تحتمي بها هذه الميليشيات ومظلة تقوم أو تسير وفق هذا المنهج الطائفي وهذا المنهج في إثارة الفتن وإقصاء الشخصيات الوطنية والمؤثرة إيجابية من المجتمع، ستبقى هذه المشاكل وستستمر. فنحن بحاجة إلى حلول جذرية وليست إلى حلول ترقيعية، نحن بحاجة إلى إعادة الأمن والاستقرار للعراق من خلال إيجاد نظام وطني يقوم على أسس العدالة والمساواة بين أبناء الشعب العراقي. من اسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.